هل الأحلام اللي بحلمها وبتتحقق دي معناها إيه؟ أنا كل ما أحلم حلم بعدها يتحقق وبصحى فاكرة كل الأحلام، وأنا بدأت أخاف أنام وأحلم تاني من كتر ما هي فعلا بتتحقق. لو هي فعلا بتتحقق دي حاجة ما تخوفش، دي حاجة تبسط، تبقى عارفة اللي هيحصل فما تخضيش يعني. لو هي بيتهيألك لازم تاخدي بالك إن الأحلام ممكن تبقى حاجتين بيجيبوهم، يا اما ربنا بيجيب لي حلم يا اما الشيطان بيجيب لي حلم. فمره شويه رهبان كانوا جايين يسالوا ام بنطونيوس نفس السؤال على الاحلام، لانهم بيحلموا احلام بتتحقق، فتاهوا في السكه والشياطين تاهوا في السكه والحمار بتاعهم مات، فما عرفوش يوصلوا وكانوا هيموتوا في الصحراء. فام بنطونيوس شافهم من بعيد برؤيته الروحيه وبعت تلميذه بالحمار علشان ياخدهم، ولا بركوبة عشان ياخدهم يعني. فلما وصلوا لأنبنطونيوس أول سؤال سألوه له قالوا له: كيف عرفت يا أبانا إن إحنا كنا بنموت في الصحراء؟ قال لهم: الشياطين قالت لي. هو طبعا بيرد عليهم وعلى سؤالهم إن ممكن الشياطين تدينا خبر علشان تقول لنا إن إحنا بقينا قديسين وبنعرف حاجات يعني. فأنتي لازم تعرفي انه ممكن يبقى من ربنا اذا الحلم قربك من ربنا قوي. بعد ما صحيتي ولقيتي نفسك بتركعي وتصلي ودموعك نازله على خدك، ده حلم من ربنا. لو حلم بقى فلان مات ولا فلان عايش ولا فلان جرى له حاجه، ده ممكن يبقى من عدو الخير اصلا يعني. هو يعني شاكك في ان فلان هيموت، شاكك في ان الكلى بتاعته بايظه، الكبد بايظ وهيجرى له حاجه، فبيقولك علشان يأكد لك عشان اللي جاي بعد كده، فأنت ما تصدقهوش خالص. أليس الشيطان لا يعرف أي شيء إلا لما نقولها بصوت عالي؟ طب لو بصلي عشان حاجة بصوت عالي ما هيسمعني؟ الشيطان كده كده بيعرف يعني. ليه؟ لأنه بيعرف يخمن كويس قوي. الشيطان مع الناس بقاله كذا ألف سنة حافظهم. لما واحد يقعد مهموم هو عارف، بيقول اه يبقى عنده كذا، لما واحد يبقى حزين يبقى عنده كذا. في مرة درست دبلومة وكنت المفروض اخد فيها ماستر يعني، كانت غريبة شوية، اسمها NLP Neuro Linguistic Programming، ودي فيها جزء كبير قوي ان هو بالعربي اللي هي البرمجة اللغوية للأعصاب حاجة كده يعني. المهم فيها ان الواحد لما بيدرس جامد بيقدر يقرا الناس كويس خالص، يقرا حركات وشهم، كلامهم، طريقتهم، اي حركه فيهم من غير ما يتكلموا ممكن تقريهم. ممكن اذا كان البني ادم العادي بقى عنده علم او دراسه اسمها NLP ويقدر يقرا الناس، يبقى الشيطان اللي هو صاحب العلم كله ده full of knowledge، ده كل المعرفه فيه، ما يعرفش؟ بيعرف طبعا، بيعرف كويس جدا انه يخمن ويعرف الناس ناوية على ايه وبتعمل ايه بالظبط.